وأنا مفتخرة فخورة بك، فخورة بك سعاد، لأن القيمة الأدبية للشخص لكي يكون طالب عندك كي ترتفع، وبالتالي هو قيمة مضافة في القسم. هنيئا لك سعاد، وبهذه المناسبة أنادي عليك واحد دقيقة شهادة قدرية من جمعية رواد الفن للتربية والثقافة هي موجهة سعاد لممثلي المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، الأخوين الغاليين اللذين تكبدا على الالتحاق بنا، سيدي حسن، سيدي حسن وكذلك سيدي طيب الشاوي، سيدي حسن حسنوي، شكرا لحضوركم. طبعا مدينة القصر الكبير هي دائما مساندة لكل أنشطة المركز الثقافي سواء السلفي أو العريش. بصفة خاصة أن تتبعت كلمتي وأن أشارك أخت غالية للا سعاد هذا الحفل البهيج، خاصة وأني أعود وأقوم بعملية فلاش باك الرجوع إلى الوراء، وأتذكر يوما حين جلست الغالية سعاد وكانت لها بعض صعوبات كأي امرأة بالبيت، تحس بعض الملل بعض ذاتي، فكانت دردشة نسائية محضة، تطرقنا للكثير من المواضيع، أهمها سألتها أي اهتمامات لديك؟ قالت أحب الكتابة. قلت لها إذا ما عليك إلا أن تكتبي، فالكل يكتب بالأحرار إذا كانت عندك رغبة، خاصة وأنا أؤمن بأن وراء كل امرأة عظيمة رجل، ووراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، بحكم النساء شعائر الرجال، ولكن أؤكد أن وراء كل إبداع نسائي أو إبداع جميل رغبة أكيدة. إذا فلالة سعاد كانت عندها واحد الرغبة لإثبات الذات، وهذا هو اللي خلاها تتحدى جميع الصعوبات، وليست الكتابة ضرورة ضرورة تكون مقترنة بالمستوى الدراسي أو المجال الوظيفي، إنما هي موهبة يهبها الرحمن لكل من يريده ومن يرغبه. Thank you.